أحلى راديو صيف 2020 في 90 دقيقة مع وائل دوكابري على إي إف إم أحلى راديو. تراشق بالتهم، خيانة، عمالة، فساد، تخابر مع أطراف أجنبية وتلقي أموال طائلة من الإمارات للضغط على تصويتهم، هكا يقول ائتلاف الكرامة وحركة النهضة. ضيفنا سيد سيف الدين مخلوف، نذكروا لي قررتم المقاطعة عن جلسة غدوة، قلتوا مانيش معنيين. أهلا وسهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. لكن البداية خلي نقولوا باللي صاير توا في المجلس في علاقة بمشروع قانون انتداب العاطلين عن العمل من فترة طويلة في الوظيفة العمومية. سيدة سامي عبو، كنا نسمعوا فيها تحملكم المسؤولية الكاملة، تقولوا أنتم خرجتوا للمعتصمين قدام المجلس وحرضتوهم على التعنيف، بعض النواب اللي تعتبروهم معطلين مشروع القانون هذا. ثم كلمة واحدة تعبر عن أنها تكذب. تو كل شيء تصور، هذه مريضة بالحق روا. واحنا رانا من سبيطار الرازي باش نقعدوا كل مره نفكوا في عقد نتاع فئه من الفئات، ولا الاخرى عبير موسي متمعشه من يحبوا يقتلوني، اللي يختلف معها يحبوا يقتلوني. توا ولد سامي عبو كان قتلوني راهو يندرسكم، مالكش مجرم احنا نقتلوا في العباد. في قول ارواحكم نختلفوا، ندير الخلاف، نحبوا نتعايشوا مع بعضنا، ما استهدفنا حتى حد بحتى عنف. نهار كامل يتهموا فينا بيكم وعليكم وصفتكم ونعتكم، تمشي تداوي روحها. شو انا كان قتلوني؟ شو مش زعيمه كان قتلوني؟ سيف الدين مخلوف، انتم توجهتوا للمعتصمين قدام المجلس، شنو قلتوا لهم؟ استحاله، ما حط